كأن كل الحاجات اللي احنا بنتابعها في العالم وكأن المسلسلات والدراما اللي احنا بنتابعها وبنشوفها في رمضان ومهتمين بيها وكأن أوكرانيا وروسيا مش موجودين، يعني كل حاجة اختفت مرة واحدة في الساعات اللي فاتت دي علشان الناس تبقى مهتمة بشوكولاتاية، بنوع من الشوكولاتة. الشوكولاتة دي قلبت الدنيا على الإنترنت، الرأي العام قاعد يتكلم عنها، سمعنا من بيانات حكومية وجهات رقابية بتشوف إيه موضوع الشوكولاتة اللي فيها زهرة الخشخاش أو فيها بذور أو محتوى، يعني الإنجريدينس المكونات زي ما بيقولوا المكونات من زهرة الخشخاش، كل الناس كانت بتتكلم عنها. وزارة الداخلية أعلنت أنها أخذت عينات منها، ده بالنسبة لوزارة الداخلية. هي شوكولاتة من نوع ألماني، وكان الدكتور جابر نصار العميد السابق لكلية الحقوق رئيس جامعة القاهرة كان كتب عنها الملاحظ انه بعد كده قال انه يعني اسيء فهم اللي كتبه على الفيسبوك ورفع البوست او رفع الكلام اللي كان كتبه على الفيسبوك، لكن الكلمتين اللي كان كتبهم الدكتور جابر نصار كانوا كافيين جدا انه وزارة الداخلية تعلق وانه جهاز حماية المستهلك يتدخل ويطلع بيان بيقول انه بيسحب عينات، والدنيا اتقلبت وما قعدتش على الشوكولاتاية الألماني. احنا معانا على التليفون واحد من المسؤولين عن استيراد الشوكولاتة دي للسوق المصرية، معانا الأستاذ محمود حسن شاهين، برحب بوجودك معانا. اهلا وسهلا استاذ شريف. اهلا بيك يا فندم. هي الشوكولاتة دي فيها مادة مخدرة فعلا؟ لا يا فندم ما فيهاش. فيها ايه طيب؟ فيها كاكاو، فيها حليب، فيها الخشخاش زي ما الناس قالوا، فيها المكونات الطبيعية لأي بار شوكولاتة موجود في السوق. يعني هو حضرتك بتستورده النوع ده بس من الشوكولاتة ولا في أنواع تانية؟ لا يا فندم، احنا بنستورد أكتر من 20 توكيل عالمي من ألمانيا، فرنسا، وكلهم بيبقى فيهم المكون ده؟ لا يا فندم، خليني أشرح لحضرتك باختصار. الشركة دي شركة ألمانية، احنا بنستوردها بقالنا 25 سنة. الشركة دي عندها من السيستم بتاعها كنوع من تغيير الأطعم إن هم ينتجوا من صنف الثلاث أصناف سنوياً limited edition لفترة محدودة. أيوة. وتنتج مرة واحدة ومديش تاني. الصنف ده دخل مصر شهر 6/2021، كانت صلاحية المنتج شهر 3/2021، انتهاء 31/3/2022. الصنف ده نزل واتباع وخلص. اتفاجئنا. طيب ممكن اسال حضرتك هو ايه خطوات استيراد الشوكولاته بتتم ازاي مع الجهات المصريه؟ والله حضرتك هو باختصار احنا الشركه دي بتكون مسجله ضمن وزاره التجاره، ولما بتيجي الجمرك بيبقى في حاجتين، اول حاجه كشف سلامه الاغذيه، وثاني حاجه الافراج الجمرك عشان نطلع البضاعة دي من الجمرك. طلعت البضاعة من الجمرك بتفضل في مخازننا تحت التحفظ لحين استلام الافراج النهائي. لكن مش من ضمن الخطوات انه بيبقى فيه الكشف عن المكونات بتاعه اي سلعه داخله؟ لا لا لا، موجوده مع حضرتك التحليل اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو بتاع وزاره الصحه، بيبقى هو اللي بيكشف سلامه الاغذيه، هو ده اللي بيكشف وبيكشف عن جميع الاصناف، وهي معتمده من وزاره الصحه. مظبوط، ومعانا افراجات صحيه وافراجات جمركيه، احنا حتى بعتنا للشركه اللي بره، بعتت لنا اعتماد رسمي من الشركه وقالوا لنا، يعني قالوا لنا يا جماعه احنا هنا ملتزمين بالقانون الالماني قبل ما نكون ملتزمين معاكم بالقانون المصري.